حاجاتك اجيب بيت لواتش البيت وكده. تسأل ايه اللي بينفع. رحت جبت ورقي وبتاعت الاعاقه وقدمت لك. اسمي اسمك محمد. محمد انا عملت رخصه عشان انا اللي اقدر اسوق عشان يوفر عليا معاناه المشي لان حركه المشي بالنسبه لي صعبه جدا ويوفر عليا التاكسيات. هيبقى عامل توفير ليا في ان انا اقضي كل حاجاتي واحتياجاتي من غير ما مجهود مالي ولا جسدي.